مددت وزارة الخارجية الأمريكية السماح للعراق باستيراد مشتقات النفط من إيران 45 يوما فقط، تاركة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 من كانون الثاني المقبل. وعادة تستمر الإعفاءات 120 يوما، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأمريكيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، لكن تم تقليص هذه الفترة لـ60 يوما في الصيف الماضي.